أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم مصر أحلى. مستمرين في حملتنا اللي احنا بدأناها، وقلنا ان احنا نطلق مبادرة عايزين كلنا نتشارك فيها، مش برنامج مصر أحلى فقط. وقلنا ان احنا عايزين كلنا نعلن شعار ان استقرار الأسرة المصرية والعربية هي نجاح المجتمعات. نجاح المجتمع في الاستقرار ما بين الأسرة في تنشئة أولادها، لأن مين اللي في الأول في الآخر اللي بيشيل راية؟ إذا كنا بنتكلم عن تنمية وبنقول عايزين نشوف مصر أحلى، مين اللي بيشيل؟ الأبناء، الشباب اللي طالع. وقلنا إذا كان أي بلد بتقاس بعمرها فبتقاس بعمر الشباب فيها، وإحنا عندنا يعني ما شاء الله يعني فئة الشباب، أو يعني لو قاسوها بالنسب المئوية، ف 60% من المجتمع من الشباب. فإحنا الحمد لله بلد شابة، فمصر يا رب دايما طول عمرها شابة فتية قوية عافية. إذا كنا بنتكلم عن إن إزاي يكون التنشئة الصحيحة، واتكلمنا ده قبل كده مع الدكتور مجدي عاشور، النهاردة برضو عايزين يعني نسلط الضوء على ملامح مهمة جدا. الموضوع كبير جدا، الملف ضخم جدا وفضفاض جدا، وفي ممكن مناحي كتير قوي تتطرقها بتؤثر تأثير سلبي أو إيجابي في تنشئة الأولاد، خاصة لو إحنا بنتكلم في عمر الشباب اللي هو دلوقتي تقريبا بيتربى من على الإنترنت، من على مواقع السوشيال ميديا. من إذا كنا بنقول مثلا الشباب سن 18 أو ما قبل، وكمان بقى قبل من كده كتير، بيحصل الخلل ده، فبتلاقي إن الولاد بيتربوا من على السوشيال ميديا مش من البيت. الخلل ده موجود إزاي، وإزاي ممكن يتعالج، وإزاي ممكن نقدر نشوف إن إحنا نربي أولادنا تربية سليمة صحيحة كما كان من قبل؟ اختلفت التربية؟ أكيد اختلفت. اختلفت العناصر ومقومات النجاح؟ أكيد اختلفت، وأكيد بتشوفوا ده كتير في لو حتى اللي بيشوفنا من فئات العمرية الصغيرة أو من لسه يعني في الحقب الزمنية اللي كانوا قريب خالص، هيشوفوا إن ده كان بيبان قوي في مع أهالينا، مع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، وفي الأفلام الأبيض وأسود تشوفوا قد إيه كانت التربية السليمة. إزاي نسد الخلل ده، وإزاي نرجع لثقافتنا المصرية والعربية وتنشئتنا الدينية؟ هنعرف كل ده دلوقتي مع فضيلة العالم الفقيه دكتور مجدي عاشور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك فندم والسادة المشاهدين جميعا. أنا عارفة الموضوع كبير، طبعا، وممكن نتكلم في حاجات كتير قوي. صحيح. ومواضيع الخلل، أو إذا كنا بنتكلم على خلل معين كل واحد عايز حلقة. صحيح. ولكن خلينا دلوقتي نتكلم في حاجة مهمة جدا، ويمكن بتهم كل الآباء والأمهات، حتى اللي مقدمين على الجواز هيربي ولادهم إزاي؟ دلوقتي بقى السوشيال ميديا هو العامل الأساسي، مش فقط المدرسة والجامعة والصحاب والنادي، ولكن أعتقد في رأيي إن ممكن يكون أهمه، بيتدخل بشكل كبير قوي. فبتلاقي حتى الأولاد بيقولوا ألفاظ أهلهم بيستغربوها، إذا كان أطفال أو ما يعني ما هي بالمسألة بقت الطفل دلوقتي عشان الأم تسكته فبتديله الموبايل يقعد يتفرج عليه. هو بيشوف بقى بنفسه، فتلاقي سن صغير قوي قاعد بيتفرج على السوشيال ميديا وبيلقط وبيتعلم.